سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم وندرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل معا لأهم تجميعات القدرات من عام 1439. اليوم عدنا مع الحلقة السادسة، هنتناول فيها بالشرح لأهم تجميعات يوم الأحد في الفترة المسائية. مع السؤال الأول، سيارتان تسيران في اتجاهين متعاكسين، الأولى بسرعة 100 كيلومتر على الساعة والثانية بسرعة 120 كيلومتر على الساعة. إذا كانت المسافة بينهما 220 كيلومتر، فبعد كم دقيقة تلتقيان؟ وطالب مني هنا الزمن. انتوا عارفين طبعا لما احب اجيب الزمن اقول ان الزمن هيساوي المسافة على السرعة. بنأكد نقول اذا كانت الحركة في اتجاهين متعاكسين فان السرعة المحصلة عندي هتبقى عبارة عن مجموع السرعتين. اجمع سرعة السيارة الاولى اللي هي 100 والسيارة الثانية اللي هي 120، اجمع الاثنين مع بعض يبقى سرعتي الان هتكون عبارة عن مجموع السرعتين اللي هي 220. لما احب اجيب الزمن هقسم المسافة اللي هي 220 كيلومتر هقسمها على مجموع السرعتين اللي هي 220 هيساوي 1. 1 ده يعني 1 ساعة. لما احولها الى دقيقة اضربها في 60 هتساوي 60 دقيقة واختار د. مع سؤال ه من اسئلة النسبة المئوية، اذا كان 20% من س تساوي 10% من 360، ما قيمة س؟ هبدأ منين الحل؟ صحيح هبدأ من الجزء ده، ان 10% من 360. احنا خدنا قبل كده كيف ان انا احسب 10% من اي عدد. لو انا عندي العدد اللي هو 360 هذا العدد يمثل 100%. 10% يعني اقسم على 10، او في طريقة سهلة ان انا احذف صفر مع صفر، يبقى اذا 10% تمثل 36. ننتقل للجزء الثاني اللي هو ده. يبقى أنا عايز الآن 20% من عدد اسمه س هيساوي 36. طيب في طريقة سهلة، إذا كانت 20% من عدد يساوي 36 فإن 10% من هذا العدد هيساوي نصف العدد اللي هو 18. لو ضربت هنا في 10 وضربت هنا في 10 يبقى 100% من هذا العدد هتساوي 180. 180 هي الإجابة الصحيحة وأختار ب. مع هذا السؤال اللي اتكرر فيه كثير من الأيام من تجميعات 39، بيقول هنا سيارة تمشي بسرعة 60 كيلومتر على الساعة وبعدها بنصف ساعة تحركت سيارة أخرى بسرعة 80 كيلومتر على الساعة، فمتى تلتقيان؟ في هنا قانون مهم جدا لزمن اللحاق، بقول كده إن زمن اللحاق يساوي أول حاجة أجيب سرعة السيارة الأولى، يبقى السرعة للسيارة الأولى ضرب الزمن على فرق السرعتين هيساوي السرعة الأولى اللي هي 60 في الزمن قال عليه نصف ساعة تقسيم فرق السرعتين، هذه بسرعة 60 وهذه بسرعة 80 يبقى هنا 20. نصف 60 يعني 30، أقسم 30 على 20 أبسط صفر مع صفر، 3 على 2 يعني 1.5، يعني بعد ساعة ونصف وأختار ألف. ننتقل إلى سؤال هندسة، إذا زاد طول ضلع مربع 50% فما مقدار الزيادة في المساحة؟ أفضل استراتيجية هنا هي رسم سؤال الهندسة الغير مرسوم. أنا هتخيل الآن إن أنا عندي مربع وافترض له طول ضلع، هذا المربع طول ضلعه وليكن 2، إذا المساحة أضرب الطول في العرض أو طول الضلع في طول الضلع يدينا كام؟ 4. بيقول هنا زاد طول الضلع 50%، يعني إذا كان طول الضلع هنا 2 فالمربع الجديد هيكون طول الضلع 2 وعليهم نصفها يعني 3، طول الضلع 3، أضرب 3 في 3 هيعطينا 9 اللي هي مساحة المربع الجديد. هو طالب هنا مقدار الزيادة، طبعا فرق هنا فرق الزيادة، لو قلت هنا 9 وهنا 4 الفرق بينهم كام؟ يبقى 5 على مساحة المربع الأول اللي هي 4 ضرب 100. أعمل عملية تبسيط، أقسم على 4 فاهل 1، 100 على 4 فاهل 25، أضرب 5 في 25 يعطينا 125% وأختار جيم.
نوقف الفيديو ثواني لحل سؤال المقارنة هذا، ثم ننتقل إلى الإجابة. ولإذا كان محمد يطبع 240 كلمة في 6 أيام، وكان أيمن يطبع 270 كلمة في 9 أيام، طالب مني أقارن بين ما يطبعه أيمن، خلي بالنا أن أيمن هنا في يوم واحد، وما يطبعه محمد في يوم واحد. يبقى أقسم هنا 270 تقسيم 9، أصغر المسألة 27 تقسيم 9 ف3، وأضع الصفر. أجي لمحمد أقسم 240 على 6، 24 على 6 فيها الأربعة، وأضع الصفر. واضح كده إن محمد أكثر من مين؟ أكثر من أيمن، وأختار ب. ننتقل لهذا السؤال، ما مجموع الأعداد؟ ومدينا أعداد كثيرة وطالب مني المجموع. طبعا من غير المنطقي أن نجمع 46 و47 بهذا الشكل، بس الملاحظة المهمة اللي هنا إن 46 47 48 إن هذه الأعداد أعداد متتالية تزيد بزيادة ثابتة اللي هي 1. في هذه الحالة يصبح عندي وسيط الأعداد هو المتوسط الحسابي، يعني العدد في الوسط الآن هو يعتبر متوسط لهذه الأعداد. طب لو حبيت أجيب المجموع، إحنا عندنا قانون بيقول مجموع الأعداد لو حبيت أجيبها إذا أعطاني متوسط، أخذ المتوسط اللي هو 50 وأضربهم في عدد الأعداد 1 2 3 4، وهنا 4 8، وهذا الواحد يدينا 9. أضرب 50 في 9، أضع الصفر، والخمسة في 9 ب45. في حل ثاني برضو، حل أسهل، إن أنا أجمع 46 مع 54 هيعطينا 100، أجمع 47 مع 53 هيعطينا 100 أخرى، وأجمع 48 مع 52 100، وأجمع 49 مع 51 100. كم 100 الآن؟ عندي 400 وهنا في 50، يبقى 400 ومعايا 50 تطلع 450، نفس الجواب وأختار ب. ولذا كان عمر أحمد 3 أضعاف عمر أيمن ناقص سنتين، وكان عمر أيمن 12 عام، فكم عمر أحمد؟ خلي بالنا أن أحمد قد أيمن 3 مرات، وتنقص من هذا العدد كام؟ سنتين. لما أحب أجيب الآن عمر أحمد، يبقى أنا أخذ عمر أيمن اللي هو 12 أضربها في 3، أول شيء يعطينا 3 أضعاف، 3 في 12 ب36. هل أختار 36؟ لا، لأن هو 3 أضعاف ناقص كام؟ ناقص سنتين. أطرح 2 هيعطينا 34، وأختار ب. ننتقل للسؤال الأخير، إذا علمت أن المتوسط الحسابي للقيم 2 س زائد 3 وس زائد 5 و1 ناقص 3 س بيساوي ص، فما المتوسط الحسابي للقيم 5 ص و5 على 3 ص؟ عارفين طبعا المتوسط الحسابي بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع القيم على عدده. صحيح، اجمع الان التلات قيم دول واقسمهم على 3، هجمع وهي مكانها كده 2 س وس ادي 3 س وسالب 3 س 0، خلاص ما عندي س. اجمع الاعداد هنا 3 وهنا 5 8 وهنا 1 9، يبقى اصبح المتوسط الحسابي هنا 9 على 3 هيساوي 3. وبيقول المتوسط الحسابي ده يساوي ص، اصبحت الان الص قيمتها معروفه ان الص تساوي 3. اعوض في القيم الجديده اللي عندي عشان اجيب لها المتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي هما قيمتين، اجمع القيمتين واقسم على 2، واعوض بالمره عن ص تساوي 3. هنا 5 ضرب 3 يعني 15 زائد، اجمع القيمه الثانيه معاها يبقى 5 على 3 ص، والصاد احنا جبناها ب3. ابسط الثلاثة دي تروح مع الثلاثة دي، خلاص اصبح فوق 15 زائد 5 قسمة 2، 15 زائد 5 20، 20 قسمة 2 يساوي كام؟ يساوي 10، واختار الف. نلتقي قريبا في المحاضرة السابعة، شكرا والسلام عليكم.